الفلوس كلنا دايما نيجي نتكلم فنيا وكذا 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 وكذا، ولكن لما نيجي نتكلم في الفلوس بقى بعد الفوز النهارده، احنا يمكن اتكلمنا رميناها كده من قبل الاسبوع اللي فات اعتقد او اللي قبله، لكن لو تقدر تقول لنا بقى رسميا او يعني نادي الاهلي بينافس على ايه في الفلوس الفتره اللي جايه؟ هقول لحضرتك بس كمان ده ردا على كلام الكابتن احمد حسام ميدو لما طلع في برنامجه وقال ان الزمالك في اخر 5 مواسم صرف 455 مليون قدامنا التصريح اهو وفاز بثمان بطولات. النادي الاهلي صرف 905 مليون وكسب 11 بطوله. طيب كابتن احمد حسام ميدو ما يعرفش ان النادي الاهلي حاليا حصل على ما يقرب من 19 مليون دولار في البطولات التي حققها في ال4 سنوات الاخيره. 19 مليون دولار، 19 مليون دولار، تعال نشوفهم مع بعض. 800 مليون جنيه يعني ولا 80؟ اللي عايز يحسبهم 30، اللي عايز يحسبهم 35، اللي عايز يحسبهم يحسبهم. انا 19 مليون دولار. اول حاجه النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا السنه دي، دي اعلى جايزه في تاريخ النادي الاهلي ياخدها ماديه فلوس، كانت 4 مليون دولار السنه دي. السنه اللي فاتت وصلت نهائي دوري الابطال. معلش معلش، قبل ما تكمل، هو الاولانيه 4 مليون دولار دي، هل دي هتودينا لحاجه ثانيه؟ ما هتودينا، ما احنا حاسبينها، حاسبينها كل حاجه حاسبينها. اوكي انا عشان ما حاسبش اللي هي بتاهلنا لكاس العالم للانديه. فالمشاركه في كاس العالم للانديه لو خدت مركز سابع في اسوأ الاحوال، ده حاجه ثانيه غير الاربعه. ده غير الاربعه. لا ما انا بقول كده، لان هو هنا احنا كاتبين الاربعه دي لوحدها، دي لوحدها بس. ايوه لا انا فاكره خلال اصل ما قريتش بعيد الجدول، ففاكره ان هو ما حسبش الوصول لكاس العالم. لا ده احنا حاسبينها هو كمان، الاربعه دي هتوديك ل 14. ما هو الكابتن ميدو ما كانش حاسبها برضه في برنامج. طب ادينا بنحسب، خلينا احنا نحسب، خلينا نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت لما توصل نهائي مليون السنه اللي فاتت خدت 1,750,000 دولار. البطل 2020 2021 2.5، تمام. 2019 2020 2.5. بطل السوبر الافريقي قدام نهضه بركان وقدام الرجاء 200,000 دولار لكل واحد. لكل واحده. برونزيه كاس العالم اهي، برونزيه كاس العالم 2021 2.5، 2022 2.5 دولار. 2.5 مليون دولار. رابع كاس العالم للانديه السنه دي 2 مليون دولار. اوكي رابع. بعد كده تأهل لكأس العالم للأندية اللي هو السنة دي بالسعودية 500,000 دولار حتى الآن، المركز السابع. المركز السابع 500,000 دولار. السادس بياخد 1,000,000 دولار. الخامس بياخد 1,500,000. الرابع 2 مليون. الثالث 2.5. الوصيف بتاع كأس العالم بياخد 4 مليون. بس انت مش هتطلع سابع، لأن أوكلاند هيلاعب الاتحاد. ده في أسوأ الأحوال خالص. لا هو بيقول لك أسوأ الأحوال، أسوأ الأحوال خالص. بيحسب على المينيم اللي هو يعني أقل حاجة. لو النادي الأهلي اتغلب مثلا من أوكلاند مثلا، يعني 500,000 دولار هتطلع سادس. هتطلع سادس. سادس يعني 1,000,000 دولار أقل حاجة. مليون دولار كمان أقل حاجة. تمام. نيجي بعد كده البطل السوبر المصري، في بقى حاجات دي بالمصري. 1,500,000 مصري. بطل السوبر بطل السوبر المصري قدام بيراميدز اخذنا 4,200,000. بطل الكاس مصر قدام الجيش 1,500,000. حتى جنيه، الجنيه عندنا برضو. اتفضل. بطل كاس مصر قدام بيراميدز 1,500,000 جنيه مصري. انت بتتكلم في الاجمالي يعني ما يقارب من 19 مليون دولار. فالكابتن ميدو كان بيتكلم هو ما كانش حاسب ان النادي الاهلي مثلا ان انت اما توصل بطل دوري ابطال افريقيا بتلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي البطل النهارده مثلا بياخد 4 مليون دولار. بتروح تشارك في كاس العالم للانديه، المركز السادس بياخد 1,000,000 دولار، الخامس بياخد 1,500,000. فكل ده انت حتى لو بتصرف انت بتجيبه نتيجه البطولات بس، ده غير عقد الرعايه وغير عقد البث وغير الحاجات دي احنا مش هنتكلم فيها، احنا بنتكلم بطولات بس ودوري السوبر وغير دوري السوبر اللي جاي. ده ميزانيه لوحده 11 مليون. لا وايه، ثلاث بطولات، ثلاث ادوار 11 مليون دولار. البطل 10. 10 هتلعب ثلاث ادوار بس، هتلعب من دور الثمانيه، من دور الثمانيه تكسب سيمي فاينل، تكسب فاينل، تكسب 8 11 اللي هو يعني 60 في يعني لا 200 120% اكتر من اللي احنا ال 4 مليون اللي خدناهم من دوري ابطال افريقيا من دور ال 32 يعني. وعندنا لسه السوبر طبعا اعتقد حوالي 200,000 او ممكن يزيدوا السنه دي شويه، ومونديال الانديه. لا يا كابتن اسلام، فكره فعلا النادي الاهلي متجه الى وجهه نظري يعني صناعه تقترب من الانديه الاوروبيه. النادي الاهلي النادي الوحيد في افريقيا اللي ميزانيته ان شاء الله تقترب من ميزانيات الانديه المتوسطه في اوروبا، ودي احد المكاسب الحقيقه بعد الفوز طبعًا يعني طبعًا 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 بالبطوله.